بما انك انت واحدة من الرياض، بنات الرياض، وحضرتي اكيد فعاليات واللي صاير قاعد يصير في الرياض، خبرينا ايش حضرتي؟ والله الواحد شنو يلحق يعني ما شاء الله حضرت كل شيء. البوليفارد السنة هذه مختلف، البوليفارد الجديد شيء عالم اخر. رحت المربع، رحت مكان وايد حلو اسمه البجيري، حي البجيري وروعة. يعني لما جيت اوصفه حق الناس اقول لهم مثل سوق واقف بس على مطور اكثر، على شيء اكبر، ان الرياض القديمه بس بشكل حلو. يا سلام، شيء رائع يعني. انا الحين مقهوره منك لانك انت حضرتي ذول الاشياء كلها وانا ولا شيء ما رحت. اوديتش قاعده اشتغل، قاعده اشتغل. اوديتش حبيبتي، والله مراسلين ما شاء الله ما قصروا، دائما يجوا يجيبون لنا تقارير حلوه. بس ايش اكثر شيء عجبك؟ البجيري الصراحه. البجيري، البجيري اوكي. يعني حبيت فيه حتى المطاعم اللي موجوده، حتى الفعاليات، حضرت فيه مسرحيه كانوا مسوينها زي سكتش اللي كان صغير، وكان في بنات صغار سعوديات بالبخنق باللبس السعودي. الله حلو. فحبيت حتى هم كانوا يعرفون يتكلمون عن الدرعيه ويعرفون عن منطقه الدرعيه باللغه بالانجليش وبالعربي. Perfect. فشي يعني كان انبهرت فيه الصراحه. يعني هذا شو ينحضر؟ شو ينحضر. ما شاء الله والله حلو. عموما الدرعيه مراسلتك من البجيري. اي مراسلتنا اميره من الدرعيه والبجيري. لا بس هو صار افتتاح، انت حضرتيه كمان ولا لا؟ قبل الافتتاح. قبل الافتتاح. حركات واسطه وكذا.